السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين في هذا اليوم المهيب، ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأفاضل الحزانة، مشاهدينا في كل مكان، ونحن ننقل لكم عبر قناة الأيام الفضائية المباركة الغراء هذه المسيرة العظمى الكبرى الزاحفة إلى كعبة العشاق والأحرار، مرقد الحسين عليه السلام وأخي أبي الفضل العباس والتل الزينبي والمخيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبر برنامج حسينيون حتى الظهور. هذا المنظر الذي لم يعد مألوفا في العالم، بل يألفه العراقيون وشيعة أهل البيت ومحبي مدرسة أهل البيت وأتباعها. هذا المنظر الذي انفرد وتميز به أبناء هذا البلد دون البلدان الأخرى، هذا الكرم الذي فقد منذ زمن طويل متأصل بهذه الأرض وأبنائها وشعبها وعشائرها الأصيلة. العراقيون سطروا أروع صور الكرم والتضحية والفداء، إضافة إلى أروع صور التضحية واتباع الحسين عليه السلام والسير على مبادئه ومسيرته الغراء. نحن الآن في هذا المكان قنطرة السلام قريبا عن كربلاء. ها هي كربلاء، ها هو الإمام الحسين، وها هي منارات أبي الفضل العباس عليه السلام. نحن على أعتاب هذه الأماكن المقدسة، هذه الحشود السائرة التي تأتي من كل صوب وحدب، جاءت لتقول لبيك يا حسين وتلبي نداء سيدتي زينب التي سارت بلا ماء ولا طعام، وسارت تحت صياد الظلام والظالمين بلا ماء ولا شراب ولا معين. واليوم ها هم شيعة الحسين يسيرون وسط الكرم العراقي من كل دولة يأتون ومن كل صوب ومن كل حدب من أجل إحياء هذه الذكرى الأليمة، ذكرى 40 أبا الفضل، 40 الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس. موسم معين أن نحافظ على هذه الأخلاق وهذه المبادئ وهذا التعامل الجميل ما بين المذهب الواحد، ما بين الدين الواحد، هل سنحافظ عليه إلى الموسم القادم؟ نعم فضل. شيعة العراق بل شيعة العالم أجمع هم أولى لحفظ هذه الرسالة. المسيرة التي نراها اليوم هي مواساة لأم المصائب زينب التي مثلت خط الأحرار، فهي مواساة لتلك المرأة الصابرة السيدة زينب عليه السلام ابنة أمير المؤمنين، وبلا شك إنها تحمل أسمى رسالة إلى العالم، وتحمل أيضا معاناة تلك المرأة وما لاقته في طريق السبي. فهذه المسيرة هي محاكاة لتلك المسيرة، مسيرة السيدة زينب عليها السلام. نعم، السيدة زينب كانت صوت الإعلام الحسيني في هذه الثورة. لماذا يسكت الإعلام العالمي وليس الإعلام الشيعي وليس الإعلام الموالي؟ لماذا يسكت الإعلام العالمي عن هذه المسيرة المليونية؟ ولماذا لا يسلط عليها الضوء إلا قليلاً ولا يعطيها؟ هل هو حجب للحقيقة؟ كيف تنظر؟ نعم، إنها تحجيم للحقيقة، لأن السيدة زينب عليها السلام كما قلت هي صوت الحسين، وهذه المسيرة هي المسيرة المعبرة عن الحقيقة. فالذي يتغاضى هذه المسيرة هو يتغاضى عن الحق ويسكت عن الحق. نعم، شكراً جزيلاً، عظم الله لك الأجر سيدنا. أيضا نلتقي بالسيد
الاسم الكريم سيدنا سيد عيسى البطاط. سيد عيسى البطاط من يا محافظة البصرة، من محافظة البصرة، عظم الله لك الأجر. كيف تنظر إلى هذه المسيرة وأهميتها لعودة المبادئ الحقة والالتزام بما ضحى من أجله الإمام الحسين عليه السلام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على نبينا محمد والصفا وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على زينب جبل الصبر، تلك المرأة العظيمة التي حملت أهداف ثورة الإمام الحسين، تلك التضحية العظيمة التي جاءت إلينا اليوم والتي طبقت الشق الثاني، الشق الإعلامي من ثورة الإمام الحسين عليه السلام، بعد أن ضحى الحسين عليه السلام وأهل بيته ميدانيا في ذلك اليوم، يوم العاشر من المحرم، ضحى بكل ما يملك، ضحى بنفسه الشريفة، بأهل بيته، بأنصاره. جاءت زينب لتعبر عن تلك الأهداف العظيمة التي ضحى من أجلها الإمام الحسين، تلك الأهداف الإنسانية، تلك الأهداف التي هي مطالة صرخة في وجه الظلم، في وجه الظالمين، انتصاراً للمظلومين، انتصاراً للحق. جاءت زينب لتصل إلينا هذه الرسالة، لتفض تلك النهضة العظيمة، لتفض تلك الرسالة، لتعبر عن تلك الرسالة العظيمة في ذلك المسير الذي عبر عنه الإمام الحسين. شاء الله أن يراهن ماذا؟ سبايا، وشاء الله أن يراني قتيلة. عندما ضحى الإمام الحسين وجاد بنفسه، جاء الدور بعد أن انتهى اليوم العاشر لزينب، للإمام السجاد، للإمام الباقر، للإمام الحسين، في تبليغ الرسالة، رسالة الحسين، رسالة تلك النهضة العظيمة التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام. سيارة مولانا. في الحقيقة بدأت مهمة زينب، تلك المهمة العظيمة، وهي المهمة التبليغية لرسالة الإمام الحسين عليه السلام. كيف تنظر إلى دور المرأة العراقية، المرأة التي تسير في هذا الطريق؟ كيف تنظر المرأة وأهمية التزامها في هذا الطريق؟ في الحقيقة، إضافة إلى ما هي نصيحتك إلى الشباب؟ في الحقيقة ثورة الإمام الحسين، نهضة الإمام الحسين، تضحية الإمام الحسين، تضحية متكاملة من كافة الجوانب. قال الإمام الحسين: من التحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يبلغ الفتح. ذلك الفتح الذي يعبر عن موقف متكامل، موقفا إنسانيا من الجانب العقائدي، من الجانب السلوكي التشريعي، من الجانب الأخلاقي، من يشمل كل فئات المجتمع، سواء كانت المرأة، الرجل الكبير، الطفل الصغير، حتى الشاب اليوم، الشباب اليوم يجب أن يحملوا تلك الرسالة العظيمة ليسيروا في ذلك حقيقة، ليكونوا ضمن تلك الدائرة العظيمة الواسعة، وهي دائرة الفتح التي وصلت اليوم إلينا. نعم، دائرة الفتح. أعتقد أنه الآن هذا المسير هو بلوغ للفتح الذي كان يتحدث طبعا عنه. طبعا ذلك الإمام الحسين عليه السلام عندما ضحى رسم المنهج، رسم منهج ثورته. الإمام الحسين عندما ضحى رسم منهج ثورته، عندما قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، وإنما خرجت طالبا للإصلاح في أمة جدتي. إذن هنيئا لشيعة محمد وآل محمد، هنيئا لمحبي الحسين، وإن شاء الله نحسب من أصحاب الفتح، وإن شاء الله سنبلغ الفتح بحق محمد وآل محمد. كل التوفيق لكم، وعظم الله لكم الأجر إن شاء الله. مشاهدينا، هذه عودة لكم وتغطية لهذه المسيرة، وعبر قناة الأيام الفضائية وبرنامج حسينيون حتى الظهور. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، ولاهيون طول العصور، حسينيون حتى الظهور. يجد في المسيرة، ولاهيون أصحاب البصيرة،
مع السجاد سهر والأميرة، فقد ظلت بلا حامل عشيرة سوى أهل الفداء وزوار السماء، سوى أهل الفداء وزوار السماء. فدائيون تفدي النحور، حسينيون حتى الظهور. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين. ولاهيون طول العصور، حسينيون حتى الظهور. أنوار الهداية عليهم راية العباس آية، مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية. جيوش الانتظار أتوا للانتصار، جيوش الانتظار أتوا للانتصار. وقاهيون حشد الثغور، حسينيون حتى الظهور. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين. ولاهيون طول العصور، حسينيون حتى الظهور. السعادة بأيديهم تماثيل الشهادة، فهم من مهدوا دب العبادة وخطوا بالدماء لفت القيادة. مداد العلماء رجال أوفياء، مداد العلماء رجال أوفياء. سماويون مثل النسور، حسينيون حتى الظهور. الله مشاهدينا الكرام، وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء وتقبل صالح أعمالكم. وأهلا ومرحبا بكم بجولة جديدة من جولات قناة الأيام الفضائية المباشرة بطريق يا حسين، تحديدا في طريق نجف كربلاء. اليوم احنا متواجدين بمنطقة الوادي، المناطق والمحافظات البعيدة عن كربلاء المقدسة بدأت تقريبا تغلق المواكب وتنتهي وتتوجه إلى المسير سوى قبلة الأحرار وقبل الإمام الحسين عليه السلام وأخيها بالفضل العباس. جموع الزائرين متواجدين حاليا بهذه المناطق ومتوجهين الى كربلاء المقدسه. متواجدين احنا حاليا بالقرب من مخيم الشهداء الثقافي سرايا انصار العقيده. الشهداء شهداء الحج الشعبي وشهداء التشكيلات الامنيه حاضرين في طريق كربلاء ومتواجده صورهم، واغلب الزائرين اللي يمرون بهذا الطريق يمرون يقولهم سوره الفاتحه ويتوجهونهم بالدعاء وبعدها يكملونهم المسير. معنا احد الاخوه المتواجدين في هذه المخيمات واللي يديرون هذه الاماكن ويهيئون الطريق للزوار حتى يدخلون ويشوفون صور الزائرين. حياكم الله. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله اجرنا واجركم بذكرى مصاب سيد الشهداء الامام الحسين. طبعا حاليا احنا في طريق نجف كربلاء عمود 1195. هذا الطريق يعني تتسع فيه مساحات كبيره من الزائرين على سايدين امتلأت بالكامل. الطريق من 10 ايام الزائرين زخم قوي على اعتبار هناك جنسيات مختلفة أجنبية وعربية من كل الدول القادمة من هذا الطريق، اعتبار موجود مطار النجف الدولي اللي تهبط الطائرات من هناك من النجف من مرقد أمير المؤمنين. ينطلقون الزوار الأجانب والعربيين مشيا سيرا أقدام باتجاه قبلة الأحرار كربلاء. أحسنت. هنا أنا أيضا موجود مخيم. أنا هذا المخيم حاب أسأل عنك، صور الشهداء موجودة في كل مكان ما شاء الله منتشرة، شنو غايتكم من نشر صور الشهداء في طريق أبي عبد الله الحسين؟ تزامن بتوصيات المرجعية الدينية آية الله العظمى السيد السيستاني وتوجيهاتهم بيرفعوا صور الشهداء على طريق المشاية والمواكب. الشهداء هم فخرنا، محط الاعتزاز الفخر، ولولاهم لما لهذا الزوار يمشوا مجهول. طبعا احنا المخيم الشهداء الثقافي ليس فقط للحج الشعبي، نذكر فيه شهداء من الشرطة الاتحادية والجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وكل القوات الأمنية التي
سقطت في الدفاع عن المقدسات في الفتوى. ليليا يتم اشعال 1500 شمعة استذكارا لهذه الشهداء، استذكارا لدماء سبايكر، استذكارا لجريمة المطار، دماء التي راح بعدها. تفاعل الزائرين مع هذه الصور واسماء الشهداء، تفاعل الزائرين قوي، تفاعل الزائرين البارحة وصلنا زوار من روسيا والهند وبلجيكا وفرنسا وكثير من الجنسيات العربية متواجدون هنا. اليوم بهذا الطريق نوصل رسالة أن دماء الحاج قاسم الحاج بابهتي هي إن شاء الله شموع انتصار وشموع التضحية، وأن دماء الإمام الحسين ودماء المطار التجترة سويت أن نعمل انتصار، انتصار الملة الدفاع عن العالم. طبعا ايضا مقتنيات الشهداء تحمل مقتنيات طائر الشهداء، كذلك السياره المفخخه تم الاستيلاء عليها في عمليات الفلوجه، وكذلك وجود هناك قناص الشاير من قناه داعش، والكثير من الشغلات التي اوصت بها المرجعيه، كذلك هناك توزيع قطع مكتوب عليها اللهم عجل وليك الفرج، عصابات مكتوب عليها سلام يا صاحب الزمان لتذكير هؤلاء الناس الزوار، بان الامام صاحب الزمان سلام الله عليه قادم ومشروع العدل سوف يتعرق على يديه. احسنت. حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متوجهين ان شاء الله الى الامام الحسين عليه السلام. هذا الطريق طريق يا حسين شنو يمثل لك شخصيا؟ بالنسبه لهذا الطريق طريق الاحرار، طريق النهائيه وطريق التقدم. هو يمثل بالنسبة لنا يعني طريق الاستقامة، طريق الاستقلال، هو على طريق الحسين سلام الله على الحسين. أنا فهمت. من كم سنة وأنت توجه بهذا الطريق؟ والله من قبل السقوط على قهم ماشين، وهذا من سقوط اللي جاي إن شاء الله إحنا مستمرين على هذا النهج. من قبل السقوط بزمن النظام البارد، بزمن الهدام، إيش اختلف الطريق عن الوضع الحالي؟ قبل كنا نجي يعني بالسرية بالبوق يعني مو على هذا، وبعدين بسيارات. هسه الحمد لله والشكر حرية ومطلق الحرية وتجي براحتك. محاربين بذاك النظام يعني كزوار بالنسبة لي انا عندي موقف من 97 وحاربين يعني دائما تجينا استخبارات تجينا هذا محارب بذاك الوقت يعني، والحمد لله والشكر من فضل بركات الحسين الله خلصنا والحمد لله والشكر. اليوم حتى الاولاد اشوفهم وياك، شنو رسالتك جيبتهم وياك؟ شنو تريد تعلمهم وياك؟ والله اريد ان اعلمهم على نهج الحسين، حب الحسين وعلى الحسين، على الرساله المحمديه على هذا نهج الحسين سلام الله على الحسين. الله يوفقكم ان شاء الله. عبد الرحمن كريم عطيه محافظه حميسان، شكرا لدعائكم. حياكم الله زايد. اهلا وسهلا. متوجه الى ابي عبد الله الحسين، والا مثل ما نقول مشي، مشي برجليك توصل مو باي وسيله ثانيه. ليش الا مشي وشنو تعني لك هذه الزياره خصوصيتها شنو عندك؟ بالنسبه بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين، والسلام على ابي الفضل العباس وبطلة كربلاء عقيله زينب. هذا المشي له هواي له معنى، احد المعنى عمت عيني تلقى ظعن ما زينب، هذا الظعن هيك ايام عمت عيني هسه دخل الى كربلاء والظعن اللي في كربلاء تشوفه لا احد يتلقاها عمت عيني بميه ولا بلهم، فتشوف هاي خيرات ابو السجاد كلها الاجيال جسدها في هذه المعركه، جسدت قد تشوف هاي ناس تقول زياره السلام على الحسين وعلى الناس اللي تهوي الى الحسين، هاي الناس الذي تهوي للحسين، هاي تشوف هاي في بيته، هاي في اعز ما يملك، المن الخدمه تبي عبد الله وعمت عيني ابي عبد الله اطلع الله عزمه يملك، قال لي الهي ان كان هذا يرضيك فاخذ حتى ترضى. الله جل جلاله قال لي الحسين، قال لي حسين اخذ حتى ترضى. فالحمد لله شوف هاي الاجيال اجيال وهاي الزياره قادر احد ياثر عليها؟ يعني احنا نشوف هوايه حملات، الامام الحسين عليه السلام استشهد تقريبا اكثر من 1380 عام، قرابه 1400 من ذاك الوقت الى هذا، هوايه مروا طغاة من بعد استشهاد الامام الحسين وحاولوا ياثرون على هذا المسير، قدروا ياثرون عليه؟ هو يزيد اصلا وينه يزيد؟ ويقول قتلناكم بقتل الحسين، احنا قتلناهم بحب الحسين. هاي وحده، هذا المسير اي طاغي كان ما يكون ما يقدر يذره. حتى شوف انت من انحاء العالم، من انحاء العالم جاي قادمه الى ابي عبد الله من جميع دول العالم.
جاي تجي لهالخدمة هاي ليش؟ لأن أبي عبد الله مظلوم، عرفت الناس مظلوميته وحست مأساته، والكل إن شاء الله بطريق الإمام الحسين الكل توصل إن شاء الله لديارها سالمة يا سالم غالنا، هذا لا شك، كل الأمور إن شاء الله متوفرة لا شك، والحمد لله هاي الخدم نعمة. أكو بيت الخدم يقول خدم خدام يخدم من خدمكم، نعم، وياريت نحسب خادم هناك الباري ينشد من خدمكم يسكن وي علي وسيد البريه. صلوا على محمد وعلى محمد، صلي على محمد وعلى محمد، الله يوفقكم ان شاء الله، ان شاء الله ويتقبل صالح اعمالكم وترجعون الى ديارك سالمين ان شاء الله. محمد وعلى محمد وفقكم لهذه الخدمه وخليكم سالمين غانمين ان شاء الله. محمد موفقين موفقين موفقين، حياكم الله زائر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر، خالص العزاء والمواساة لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، العالم الإسلامي بذكرى 40 الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أحسنتم، إحنا شعارنا في تغطيتنا دائما نقول حسينيون حتى الظهور، فبرأيك شنو ممكن اللي يسويه الزائر كمحبين لآل البيت حتى نتقرب أكثر ونلبي طموحات الإمام الحسين وأمل بينا ونتقرب من الظهور؟ لا شك أنه الأصل هو الإمام الحسين صلوات الله عليه. قضية صاحب الزمان عليه السلام هي قضية فرع من قضية الإمام الحسين عليه السلام. في زيارة عاشوراء ذكر الثأر 3 مرات. ثأر ارتبط بالله سبحانه وتعالى، السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأري. وثأر ربط بأهل بيت عليهم السلام أن يرزقني طلب ثأرك. وفي نهاية زيارة عاشوراء ذكر الثأر باعتباره ثأرا المحب لأهل بيت صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقني طلب ثارية. ومن ثم ربط هذا الثار بقضية الظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الثار هو تحقيق الأهداف التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، وأنتج ما أنتج، يعني ما بعد الإمام الحسين عليه السلام. في حديث لبعض العلماء أن قضية الإمام الحسين صلوات الله أو حركة الإمام الحسين لم تكن حركة تاريخية، وإنما كانت منعطفا كونيا. وما نراه اليوم من حركة جماهيرية تعد أكبر حركة على وجه الأرض، يعني أكثر من 20 مليون بحسب ما ذكر يعني بعض الإحصائيات في هذه الأيام القليلة، ومن مختلف الجنسيات، من مختلف اللغات، من مختلف الأصناف، أيضا من مختلف التوجهات. قضية جامعة لمحبي الإمام الحسين صلوات الله، ربما جامعة لأكثر من محبي الإمام قضية إنسانية هي. أنا أسألك عن جزئية معينة، نعم، الشهداء منورين ما شاء الله طريق أبي عبد الله الحسين، هذه الرموز وهذه الشخصيات شنو اللي يتمثل بهذا الطريق؟ يعني يقال في العادة أنه الدماء هي التي تثمر عن تقدم مستقبلي في كل الحركات، في كل حركة تاريخية هناك ثمرة تكون في الدماء. لذلك الإمام الحسين عليه السلام الثمرة التي أنتجت واللي أنتجت هذه الملايين السائرة الآن باتجاه الإمام الحسين صلوات الله عليه هي ثمرة الدماء، ثمرة الظلام. في قضية الشهداء أيضا لا شك أنه كل دم يسفك سفك مظلوما أو من أجل العقيدة الإسلامية أو من أجل العقيدة يدافع الإنسان عنها لا شك أنها تثمر. أخطر السيد القائد حفظه الله قائد الخامنئي يقول أن سليماني الشهيد أخطر من سليماني الجنرال أو سليماني القائد، لأن الدماء أخي الحبيب تصنع الجيل المستقبلي. الآن إحنا أطفالنا قبل استشهاد الحاج قاسم رحمة الله عليه وقبل استشهاد الحاج أبو مهدي ما كانوا يعرفونهم، ما كان أكو ذاك التأثير في النفوس في هذا. الناس عرفت الشهيد قاسم، وأطفالنا الآن تربوا على الشهيد أبو مهدي المهدي. لذلك حتى نلاحظ أنه صورهم وشخصياتهم وأسواهم موجودة مع الزوار. بدل الحاج قاسم هو شخص يسير في طريق زيارة 40، أصبحت ملايين تحمل صورة الحاج قاسم وتسير في هذا الطريق. أحسنتم الله يوفقكم إن شاء الله لكم خير ويوفقكم وأن يديم هذه المسيرة. وأدعو الأخوة المؤمنين الزائرين أنه يتركون كل حاجياتهم عندما يدخلون إلى ضريح سيد الشهداء صلوات الله عليه، وأن يدعوا لفرج إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، أن يعجل فرجه وفرج جميع شيعة أبي عليه السلام. الله يوفقكم إن شاء الله. يا أهلا ومرحبا. نعم نحب المشاهدين. حياك الله عزك. يا ريت يكون تركيز على القيادة في زمن النظام المبادئ والوقت الحالي. طبعا بصفتي من الناس اللي الحمد لله شكر القيادة منذ نظام أو نعومة تضافري ولحد الآن بمختلف المراحل بأصعب الظروف، من كانت يعني سلطات النظام وطارد
البيادة على الشارع وعلى في المزارع والمساتين. أنا أطلب من عندك متفضل تنقل لنا صورة واضحة حقيقية يعني الكل يشاهد هذه الصورة. الشباب اللي حاليا تزور تتوجه إلى أبي عبد الله الحسين، أوصف لنا الصعوبات اللي كنتوا تواجهوها بذاك النظام حتى تقدرون تأدون زيارة 40 يوم للإمام. أنا نفس الموضوع راح أجيبك عليه. أهم نقطة اللي أحب أركز عليها على أن شبابنا وأبنائنا وأخواننا لازم يفهمون أن هاي البيادة الآن اللي صارت مليونية اللي اليوم نشاهدها حوالي ربما 25 مليون أو 30 مليون لم تأتي عن فراغ. في سبيل هذا الطريق قدمت دماء زكية، مزيد من الشهداء، الكثير من الشباب قدم سنين شبابه في السجون الطاغية من أجل هذا الطريق حتى نصل إلى هذه النتيجة اليوم أصبحت مليونية. أنا يعني بأم عيني شاهدت في سنوات الثمانينات في وقتها كنت طالب يعني، وهذا الطريق اللي فيها كنت دائما أمشي، يشهد الله ورسوله هذا طريق نزف كربلاء، لو كنت أمشي 10 كيلومترات أو 15 كيلومتر يلا أقدر ألقى خيمة في وسط الصحراء مخلف بدوي مخلي له حب ماي أقدر أشرب لي فرد جرعة ماي. يشهد الله كل هذه المواكب والخدمات الآن هذا نعمة، هذا نعمة، هذا النعمة، هذا ثمرة الجهاد والنضال وأيضا انتفاضة الصفار والانتفاضة الشعبانية حتى أدت إلى سقوط الطاغية، واليوم أصبحت القيادة مليونية بفضل الله سبحانه وتعالى وتضحياتنا اللي قدمناها. صورة الزائرين اللي يتحدث عنها يعني واضحة ما شاء الله مشاهد يشوفها. نعم تفضل. نعم حالا أقول لك إياها، وأنا يعني كنت أمشي يعني شهد الله ورسوله كان يعني هذا لساني كالخشبة من العطش، والبيادة كانوا ممكن متفرقة 3 هنا 2 هنا 5 هناك يعني متفرقين وخائفين من بطش النظام ولاندقروز النظام، في أي لحظة تقف سيارة لاندقروز مال الأمن اللي معروفة هي لو أمن بغداد لو أمن النجف. ويشهد الله ورسوله أنا لما وصلت يعني من بعد معاناة إلى ذلك البدو اللي كان يعني خيمة الشعر مخلي له حب وطاسة مي وفدستكانين شاي، وكان بجواري بعض النساء أيضا وقفوا، أنا وحيد كنت يعني فرد ولد واقف هناك بلغم اللي صغس إني وإجت وقفة السيارة اللاند كروز. ها أنا شاهد يعني شهد الله ورسوله هذا عبد الله متجه له، إجت اللاند كروز ونزلوا من عندها الباحثين ونزلوا من عندها الأمن، إجا رجال شاي بدوي قال له شنو هذا؟ قال له هنا خطية هذول نساء أطفال يجون يردون شوية مي جرعة مي أنطيهم. إيش قال له؟ قال له جرعة مي خطية، قال له نص ساعة أروح وأرجع إذا لقيت هذا الحب ولقيت هالخيمة أفلشهن على رأسك. يشهد الله ورسوله الفضل عباس أنا شاهد على الآن خلي يعرفون شبابنا اليوم الآن لما تخرج بعض الأصوات القبيحة يحاولون محاربة هذا طريق البيادة، بعضهم يستهزئ بالزوار، عفوا بعضهم يستهزئ بالزوار، وأيضا في جانب آخر أنا شاهدت بعض يعني الفيديوهات اللي نشرت على مواقع التواصل شخص يعني معذرة أنا أذكرها مثل ما إحنا عندنا هنا حش السامع يعني بعض الأوباش اللي يحاولون يقللون من قيمة هذه الزيارة في البيادة، أيضا يوجد بعض في الجانب الآخر شاهدت يعني معذرة إيران نص سردان لابس له فانيلة صفرة وهو على أساس جاي زائر، كان هو الأفضل إله كان يلبس أسود، شنقل لازم لقلاص مي فارغ يقول يا لا تأتوا للعراق لا يوجد ماء، ولما أنا الآن أشاهد الإيراني وأسألهم يقولون الخير موجود وخير من الله، شنو رايوق 3-4 أشهر. هذه الشخصيات دائما إحنا نقول لا تمثلنا إحنا كشعب عراقي متشرفين بتواجد الإمام الحسين عندنا في بلدنا، ولا تمثل حتى زائري أبي عبد الله الحسين من باقي الجنسيات، فهذا نقدر نقول هي تصرفات شخصية فردية أكيد ما تمثل القضية الحسينية أكيد بأي صلة. أنا الهدف من حديثي وذكرت هذه الأحداث حتى أريد نقول بعض اللي من سولت لهم أنفسهم وحاولوا أن يحاربون هذه البيادة، أريد نقول اللي قبلك كانوا الطاغية صدام حاول وحاول وحاول بمختلف الطرق أن يسد هذا الطريق ما قدر، فأنت شنو أنت ما تساوي يعني معذرة ما تساوي فرد يعني الشعر من 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 هذا الطاغي يعني بصراحه، فلذلك نوصي اليوم ابنائنا يعني واخواننا تقريبا الحرب مستمره يعني اليوم نشوف احنا المنصات الاعلاميه والمؤسسات الاعلاميه العالميه ابسط حدث واجل الله السامع ادفع حدث ممكن باخر نقطه بالارض تتوجه للقنوات الفضائيه وتنقله، الى اليوم بعض القنوات وبعض المحطات ما مغطي الزياره الاربعينيه ولا مطيتها الاهتمام والمساحه اللي تحتاجها هذه الزياره، فبالتالي هذه التصرفات تشوفها ممكن تاثر على الزياره الاربعينيه. طبعا انا في بدايه يعني كان في بدايه كان المفروض ان اشكر يعني قناتكم قناه الايام هي كانت دائما من السباقه يعني بحضور هذه المحافل ومنها الزياره الاربعينيه. اخي العزيز القافله تسير ولا يهمنا
نراح الكلاب أجلكم الله. وأيضا بعض القنوات الفضائية، ها رسالة أيضا من خلالكم، نقول لهم لولا الزيارة الأربعينية ولولا التضحيات اللي قدموها أبناء الشعب العراقي في طريق الإمام الحسين لما كنتم ولا كانت فضائياتكم ولا كانت مكاتبكم. ولنقول لكم عودوا إلى صوبكم وعودوا إلى طريق الحسين، وعليكم أن تنقلوا نقلا مباشرا لكل العالم ما هي مظلومية الحسين وما هي مظلومية الحسين. شرف المساهمة وإيصال الرسالة في هذه القضية، القضية الحسينية، هو شرف لكل شخص يشتغل بالإعلام في باقي المؤسسات، الناس الموجودة، الخدمة، شرف المشاركة بهذا الطريق. نعم أكيد اليوم نعم. الإعلامي والصحفي والمصور والقناة يتشرفون بنقل هذه الرسالة. أخي هذه الرسالة هي موضوع بيادة ولا موضوع بعض الوجبات الطعام اللي نأكلها. أخي هذه الرسالة اليوم ترابي قدرة المسلمين، ترابي قدرة الشيعة، وأيضا ترابي قدرتنا ضد الاستكبار العالمي، وأيضا ضد أي طاغية حول ظهرنا من جديد إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله ويتقبل صالح أعمالكم. محمد اسمي من النجف. نتشرف كثيرا استاذ محمد، حياكم الله حاج. السلام عليكم. مرحبا. هذا التعب والجهد في طريق يا حسين، وذكر لنا اخي محمد اللي كان متواجد شنو الصعوبات اللي كان يواجهها الزائر حتى يقدر يوصل الى ابي عبد الله الحسين. التعب في هذا الطريق شنو يعني؟ كل كلام الاخ المتحدث القبلي نعم. كان كلامه كله صدق، لانه انا من النظام السابق تواجهت هاي الحاله نعم. وكل كلام اللي نطق لها القناه هو صحيح. يعني تركت أهلي وعائلتي في سبيل أخدم زوار أبا عبد الله. إيش تعني لك هذا؟ يعني فرصة ذهبية أول مرة في حياتي. أنا أول مرة وأكبر طريق في العراق، ينقل زوار أبا عبد الله الحسين من عرب، من أجانب، من عراقيين، من كل المحافظات، وخاصة يعني الفضل يعود للحشد الشعبي ولشهداء الحشد الشعبي. اي نعم. وانا ما اعرف ايش صار لك تخدم هذه اول مره مفتخر بيها وافتخر بها، واتمنى ان شاء الله الى نهايه عمري اتواصل بهذا. قريبا احنا باخر يومين للزياره الاربعين، نهايه هذه الزياره شنو مشاعرك وهي بنهايتها؟ والله يعني اتمنى بعد اكثر اخدم والله عين عبرات بالبكاء في سبيل أخدم زوار أبا عبد الله الحسين، وهذا موكبي حاليا. هو موكب بسيط صغير، لأن في نقطة في 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 بحر من هذه المواكب، ولكن قدمت خدمة أعتز بها إلي ولعائلتي، وأتمنى من زوار أبا عبد الله الحسين يتواصلوا بالاحترام للمواكب. شنو توجه نداءك لأبي عبد الله الحسين؟ أبا عبد الله الحسين كربلاء حياتي وروحي، هي بلسم في روحي، معناها يعني ما أعرف يعني شيء لم يتوقف. كربلاء لم تتوقف لا في هذه في أربعينية أبا عبد الله الحسين ولا كلها. أقوى شيء هي كورونا، يعني مرت ظروف في العراق والعالم العربي والعالم كله كورونا، وبقت كربلاء تسير بها الزوار، وأنا واحد من عندهم. أترك أهلي أكثر من 160 كيلو وأجي كربلاء. كربلاء ما تتوقف. الإمام الحسين ثورة مستمرة وتستمر إلى آخر العهد. أحسنتم. إن شاء الله. الله يتقبل منكم إن شاء الله. الله يتقبل منكم. حياكم الله أخت زارة. الله يسلمك الله ويبارك فيك. مرحبا بكم. زائرين في مواكب الخدمة مشاركين. الحمد لله والشكر إن شاء الله في مواكب الخدمة، وإن شاء الله زائرين الإمام الحسين سلام الله عليه، ونحمد الله ونشكر أن وفر لنا هذه الفرصة للمسير على طريق الجنة نحو الإمام الحسين سلام الله عليه. الخدمة الحسينية والمشاركة في هذه المواكب شنو تعني لكم شخصيا؟ يعني أكيد أنتم تتحملون العناء والجهد والتعب في سبيل أن توفرون وسائل الراحة للزائر، فشنو تعني لكم أنتم شخصيا؟ والله يعني الخدمة الإمام الحسين سلام الله عليه خدمة كبيرة، ولا يدنا لها إلا ذو حظ عظيم. وثم أن هي راح تكون امتداد للقضية المهدوية سلام الله على الإمام الحجة سلام الله عليه. فالقضية المهدوية لا يعني ما تنحصر بعيد عن القضية الحسينية سلام الله عليه. فالإمام الحسين حينما قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، كان يدرك فحوى هذه المقولة اللي امتدت وستمتد إلى مدى الدهر. ونرى يعني الزيارات الأربعين ما شاء الله، رغم التحديات، رغم المؤامرات، رغم أن العراق
دولة صغيرة ورغم المؤامرات اللي عليها وتحاك والفتن التي تحاك عليها، لكن زيارة الأربعين العراق الحمد لله يتسع لكل زائر يا أبي عبد الله الحسين، وخير دليل يعني معانا زائر عالم مصغر. نعم زائر من السويد. نعم. من أي بلد حضرتك؟ من السويد. نعم. كم يوم صار لك متواجد بالعراق؟ يعني أنا صار 3 أيام صراحة. 3 أيام متواجد بالعراق. بلي. شلون شفت أجواء الزيارة؟ هذه الزيارة يعني هي زيارة كل سنة بس ما عدا السنتين الماضية اللي اصابت كورونا. نعم. بس يعني ماشي الحمد لله. شنو يمثل لك هذا طريق يا حسين؟ يعني احنا بعد الحسين هو قائدنا، هو سفير الاحرار نعتبره. نعم. يعني. متواجده في اوروبا وفي السويد تحديدا. نعم. مواكب. نعم. الخدمه الحسينيه والمواكب الان موجودين هناك في السويد تقريبا ما بين 10 كيلومترات الى 12 كيلومتر يمشون. نعم. مشايه. نعم. الى مسجد الامام علي عليه السلام بالسويد. في أي مدينة في السويد؟ ستوكهولم. في العاصمة. وكل الهيئات تشترك وتقدم خدمات للزائرين ونوصل إلى مسجد الإمام علي عليه السلام آخر محطة لنا بحساب. والأكل والشرب والهذا كله موجود. الله يوفقكم إن شاء الله وترجعون سالمين ويتقبل صالح أعمالكم إن شاء الله. أختي بمن تتأسون أنتم في القضية الحسينية متواجدين؟ بمن تتأسون؟ تأسينا بأهل البيت سلام الله عليهم وطبعاً قدوتنا. وتأسينا بالشهداء اللي هم كانوا مصدر يعني عز وفخر إنه اللي هم عبدوا طريق الحسين سلام الله عليه بدمائهم الطاهرة. ثم إن زيارة الأربعين كأنما نراها إذا تأملنا دولة الإمام الحجة سلام الله عليه، فزيارة الأربعين هي صورة من صور دولة العدل الإلهي التي ستكون في حضور الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه. فنرى موعد الأطعام يعني موعد يعني مواكب مثل ما يقول الثقافه في كل المجالات. هذا الجهد، هذا الجهد يعني على مدار 24 ساعه مثل ما ذكرنا متعبكم شخصيا؟ لا بالعكس، هذا الجهد هو احنا نتشرف بخدمه زوار الامام الحسين سلام الله عليه، واحنا عرفونا بحق الامام الحسين وامامنا السجاد زين العابدين ومواساه العقيله زين عليه السلام وتجديد العهد امامنا صاحب الزمان. شاركنا بهذه الزياره 40 المليونيه، يقينا هذه الزياره الاربعينيه هي تحت انظار الامام صاحب الزمان عجله فرجه شريف. لو تابعنا كل الدول مستحيل تقدر اي دوله بهذه الملايين تقدر تنظم هذه الزياره، فاكيد يد الغيب الالهي تمتد لرعايه هذه الزياره وهي يد الامام صاحب الزمان عجله فرجه الشريف. فبالتاكيد الامام حاضر وبجهود وبدماء القادة الشهداء الأبرار الحاج قاسم سليماني الذي واسى الإمام العباس بكفه وجمال العراق أبو مهدي المهندس اللي أعطوا دماءهم الزكية في سبيل تستمر هذه الزيارة مليونية ولا ننسى بقية الشهداء. مستمرة هذه الزيارة رغم كل التحديات، زيارة أربعينية الإمام الحسين بالتأكيد مستمرة، وشهداء وقادة النصر هم وقود لهذه الزيارة رغم كل المصاعب اللي تمر. بالتأكيد لولا دماء هذا الشهداء، دماء الحاج قاسم سليماني وبهد المهندس وبقية الشهداء لما كنا الآن في هذا الأمان. ردوا عنا داعش قدرنا نقيم الزيارة المليونية. آخر أيام الزيارة تقريبا، شنو شو تقولين أنت بآخر الأيام هذه؟ والله نقول إن نشكر جميع خدمة المواكب اللي قدموا جميع الخدمات لجميع الزائرين بمختلف أطيافهم وجنسياتهم اللي ما فرقوا بين العراقي والإيراني وغيره وغير الجنسيات. فكلنا زوار الحسين، كنا في مضيف الحسين، مضيف الحسين يتسع لكل الجنسيات. أحسنتم، الله يتقبل منكم إن شاء الله صالح الأعمال أخواتنا وأمهاتنا بالتأكيد. نعم حياكم الله زار. السلام عليكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نحن من أهالي الناصرية موكب الإمام المهدي المنتظر بخدمة الزوار الحسين وأصحاب الحسين والإيرانيين ومن كل الطوائف. أهالي أهلنا في البصرة والناصرية التقينا ببعض من عندهم، يقول إحنا لما نغلق مواكبنا بعدها نجي مشي، فهذه عادة سنوية. عادة سنوية ننقل من ناصرين عزل نجي نشيل هنا بكربلاء ونخدم زوار الحسين وإحنا بخدمة زوار الحسين من كل الطوائف. كم سنة تقريبا صار لكم؟ صار لنا تقريبا 25 سنة. 25 قبل السقوط احنا من 10 آل جويبر. اهلا وسهلا، متشرف فيكم. شنو اللي يصير كل سنه؟ شنو اللي يتغير عندكم بالمواكب؟ بالازيد مواكبنا ونعمه خدمه الحسين موجوده الى ظهور القائم ان شاء الله. وبخدمتكم مشكورين. دائما احنا نقول انه في زياره عاشوراء ان يسلموا لمن سالمكم وحربوا لمن حاربكم. برايك اليوم شنو لازم نتعلمه من طريق الحسين؟ منو اللي لازم نسالمه؟ منو اللي لازم نوقف بوجهه ونقول له اوقف؟
هذا طريق الإمام الحسين، هذا طريق أبي الأحرار، ها علمنا الحسين ها أن نكون هيهات من الذلة. نعم. ها وإحنا حط أيدينا بعين أمريكا وإسرائيل، وهذا الفضل يعود إلى قادة النصر أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، لولا دماءهم لما مشت مسيرة الحسين والحشد الشعبي. أحسنتم الله يوفقكم. أنا أشوف صورة قادة النصر مخليها على قلبك. أي صحيح، وبخدمتكم إحنا حبيبي. الله يحفظك. ممنونين. موفقين إن شاء الله. بالسلامة. بالسلامة. يا مرحبا. تفضل يمه. نعم. أخي العزيز حياك الله. أهلا ومرحبا بك. الإمام الحسين، خصوصية الإمام الحسين عندك شخصيا شو؟ خصوصية الإمام الحسين عليه السلام هو إمام اللي المفروض الآن نقتدي به عليه السلام، ونسير على نهجه ونهج أبنائه إلى قيام القائم عجل الله فرجه الشريف، نكون من أنصار أو ولده عجل الله تعالى فرجه، ننشر قضية ولده اللي هي قضية نفسه عليه السلام، نحيي أمره، نكون هذا الطريق على الطريق الزيارة يكون طريق تثقيف صاحب الزمان اللي هو نفسه طريق الإمام عليه السلام. يعني المعرفة جزء مهم، جزء مهم في القضية الحسينية. الزائر اليوم أخوتنا الشباب شنو لازم يسووا حتى يتزودون بالمعرفة، بالمعرفة عن طريق قضية الإمام الحسين؟ طبعا هذا الشيء أولا يعود على عاتق الجميع، أنه زيادة معرفة المجتمع. هذا يحتاج الشاب إلى أنه يزيد من ثقافته، يطلع على علامات الظهور، يطلع شلون أنه ينصر صاحب الزمان عجل الله فرجه، الآن هي قضيتنا الرئيسية، أنه قضية شلون أنه أنصر وأهيئ أمري إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، أنه شلون أكون مستعد إليه، شلون أتجهز. أنا عندي ضيف وهو ليس بضيف طبعا، هو صاحب الدار، أنه كيف أتجهز إليه، أنه هم أترك الدار بدون تجهيز واجي الى يعني فارغ، لكن انا لازم اتجهز، لازم اهيئ امر الى. فالان وظيفتنا وظيفه طبعا كل المواكب وكل العلماء وكل كل هذا المجتمع انه يتثقف بالثقافه المهدويه، بحيث انه يكون خلال المسير شلون شفت استقبال اخوتنا في المواكب لزائري ابي عبد الله الحسين من خارج العراق؟ طبعا ما شاء الله الاستقبال كان حافل وكان جميل بشكل لا يوصف. ما كان اكو فرق بين زائر عراقي او زائر من خارج العراق، مجرد انه دخوله الى داخل العراق خرجت عن مسميات انه اجنبي، ايراني، نيجيري او لبناني، صراحة زائر الحسين عليه السلام. واحنا هاي الثقافه اللي المفروض يتثقف فيها الجميع، لا يوجد مسميات، لا يوجد حدود للزائرين. أحسنتم. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يوفقكم. نعم أحبتنا المشاهدين وحتى الزائرين المتواجدين في هذا الطريق، نلاحظهم لما يوصلون صور الشهداء يوقفون. عندنا هنا أحد الأخوة الزائرين، حياك الله زائر، يا أهلا ومرحبا. يعني الأخ من غير دولة وغير جنسية اطلع على صور الشهداء وكمل مسيرة. راح ننتقل في طريق يا حسين إلى زميل آخر كاظم الحاوي من مكان آخر من طريق يا حسين حتى يكمل جولتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى القتلى والشهداء من ذرية الحسين ومن أخوة الحسين وعلى السبايا من أخوات الحسين ونساء الحسين، والسلام على مشاهدي قناة الأيام الفضائية أينما كانوا. ونحن في هذه الأرض الطيبة، أرض التضحية والفداء، كربلاء المقدسة، نحن ننقل إليكم هذه المسيرة المليونية من البحر إلى النحر، ونحن على أعتاب النحر المبارك الشريف، نحن على أعتاب الدماء الطاهرة الزكية لآل البيت، لآل محمد وآل محمد. هذه البقعة المضيئة المقدسة النورانية التي جذبت إليها كل المحبين وكل العشاق وكل أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. معي أحد خدام المواكب الحسينية في هذا المكان، الذين دأبوا على أن يخدموا الزوار ليلاً ونهاراً ويقدموا لهم الخدمات المتنوعة. نتعرف على ما يقدمونه من خدمات في هذا الطريق. عظم الله لك الأجر. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. عنك. السلام عليك. عنك. السلام عليك. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك وعلى أولاد الحسين. السلام على أبا الفضل العباس. السلام على السيدة زينب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم من البصرة حتى مدينة كربلاء المقدسة، ولولا هذا اليوم لما كانت لنا وقفة في هذه الأرض الطاهرة، أرض كربلاء المقدسة. وكنا في هذه الأيام كنا ندوم فيها، نتلهف إلى رؤيتها، نحسب لها حساب الأيام الساعات لأربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نقدم الأكل من البصرة حتى كربلاء، نقدم الأكل والشراب والطعام في هذه المواكب الحسينية التي تعطي كل ما في وسعها. وهذه لولا هذا الجهد لما كانت هذه الوقفة الحسينية الشريفة، هذه الحشود الطيبة الذي تمشي مشيا على الأقدام. مشينا مشيا على الأقدام من البصرة حتى كربلاء، من البصرة حتى كربلاء، ماجورين إن شاء الله. إن شاء الله شاهدت في موكبكم تعدد من الزائرين، حتى أكو هناك حملة زائرين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كيف تنظرون إلى استقبال هذه الجنسيات بكل ترحاب؟ يعني أهلا وسهلا بالضيوف مهما كانوا من إيران أو من العراق أو من أي دولة، نحن خدام لهم، نحن خدام لكل الضيوف الكرماء. ضيوفك لو ضيوف الإمام الحسين سلام الله عليه، وليس ضيوفنا، ماجورين إن شاء الله. حياك الله. تفضل. أيضا معي شيخنا الكريم، عظم الله لك الأجر. عظم الله لك الأجر إن شاء الله. حياك الله ماجورين. السؤال لجنابك الكريم ربما ليس لعامة الناس. هذه المسيرة المليونية لها أهداف، وهذه الأهداف ليست أهدافاً وضعية، وإنما أهدافاً ربانية، أهداف وضعها أهل البيت من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وضعت الله سبحانه وتعالى أهم هذه الأهداف الربانية التي تجسدت في هذه المسير والتي ضحى من أجلها الإمام الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. حقيقة هذا الجمع بالبداية، العراق حاضنة لكل بلدان العالم، اليوم تجدهم في كربلاء، والعراق يقدم أفضل الضيافة، ضيافة الكرم والاستقبال لكل الزائرين من مختلف الجنسيات. إذن الكرم أحد الخصال العربية الأصلية، الكرم بل العراق تعدى حواجز كل الكرم اليوم. اليوم حقيقة حتى ما قرأناه في التاريخ وما سمعناه عن العراق، عن الكرماء العرب، تجاوزه العراق، والعراق اليوم يحتضن كل العالم بهذا الكرم حقيقة الوافر لزائري الإمام الحسين سلام الله عليه. أحد الأهداف هو ارتباط الناس بأهل البيت سلام الله عليهم. الحسين الثائر، الحسين المجاهد، الحسين المقاوم، الحسين الذي رفض الطواغيت ورفض الحاكم المستبد الجائر الذي كان يجور للآخرين. فالإمام الحسين عليه السلام اليوم شعلة للأحرار. تعتقد أنه هذه الثورة، هذه المسيرة فضحت إعلام بني أمية المزيف؟ نعم، ثورة الحسين في المستقبل وفي الحاضر هي باقية لكل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، ونحن كحسينيين نرفض كل ظالم وكل فاسد وكل مستهتر بحقوق الناس وبما يقدمه الناس. المسلمون يتابعون الآن اليوم، ولكن لا يعرفون الحقيقة. نحن ندعو كل المسلمين في العالم وغير المسلمين أن يستلهموا من فكر الحسين ومن ثورة الحسين ومن عطاء الحسين. نحن مع الحسين القائد والثائر والموجه ضد كل حاكم، إن كان في ذلك الزمان زمان بني أمية السلطة الأموية القائمة في آنذاك، واليوم نحن رافضين لكل الحكام الجائرين. أنتم كنتم أيضا من الرافضين لحكم النظام البعثي والصدامي الإجرامي الدموي، ولكم باع طويل في إجرافة هذا النظام، ومن المقاومين، ومن الحسين تعلم، الحسين نتعلم الثورة. نعم. والجهاد والمقاومة والصمود لكل ظالم والإصرار. نحن باقون هنا في هذا المكان، نحن من كربلاء المقدسة، كربلاء الحسين، كربلاء الثورة، ندعو لكل الأحرار في العالم أن يستلهموا من عطاء الحسين ومن فكر الحسين. رسالة الحسين هو السلام وإعادة الحقوق إلى أهلها. الحسين
ثار من أجل أن يرجع الحقوق إلى أهلها، ومن أن يعطي الكرامة لأهلها ويعطي الحرية لأهلها ليعيشوا مع الحسين أحرار كرماء أعزاء. واليوم العالم حقيقة مبهر ومبتهر بما يقدمونه أهل العراق. مستغرب العالم الإسلامي، مستغرب ما هذا المسير العملاق وهذه الأفعى السوداء التي تمتد من الفاو إلى كربلاء. هنالك إذا كانت هناك أفعى أنا أقول إنها أخطبوط أزرق. كيف من الممكن أن نلخص بكلمات بسيطة عدم وجود دور للإعلام العالمي في هذه التغطية؟ حقيقة أنا أستغرب من وجود إعلام عالمي، عدم وجود إعلام عالمي ينقل ويشاهد هذه الحقيقة التي هي لا يوجد لها نظير في العالم الآن لا يوجد نظير لهذا التجمع وهذا التجمهر المليون العالمي في العالم لهذه الزيارة. حقيقة مستغرب من الإعلام اللي حقيقة بعضه غير منصف وغير حيادي الإعلام العربي ينقل إلى الناس هذه المشاهد الحية. يرى أن الناس متآلفين، متحابين، متزاورين، متعاونين، يقدمون خدمات لأناس لا يجتمعون مع الحدود ولا مع الجغرافيا ولا مع الطبيعة للأسف شيء. تم حذف الحدود، لم يكن اسقاط كل الحواجز، اسقاط كل الحواجز وكل الجنسيات، ومن يدخل الى العراق والى كربلاء يحمل جنسيه واحده وهي الزائر الحسين. ومن هنا نستغل الفرصه لتقديم الشكر لقواتنا الامنيه، نعم، ولحشدنا المقدس، نعم، هذا الحشد ولشهداء هذا الحشد هذا لولاهم لما هذا 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 المسير وهذا الوجود إنما ببركات دماء الحشد الشعبي المقدس وجهودهم اليوم كمجاهدين موجودين لحماية زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. قادمكم الشيخ نجم الإبراهيمي من يا منطقة محافظة البصرة. أهلا وسهلا الله يحفظك. أيضا عندي لقاء مع شاعر حياك الله أبو عقيل، اسمح لنا الله يخليك أبو عقيل دنزوي. نعم أبو عقيل العبادي، ماذا توجه من أبيات شعرية بهذه المناسبة إلى مشاهدي قناة الأيام الفضائية؟ اللوحة الأولى إلى سيدي ومولاي قمر العشيرة. نعم عينك على الكاميرا. أقول قصد للمعركة العباس شايل غيظ، قصد للمعركة العباس شايل غيظ، وبعيون المراجل يمشي بحرقة، شاف أطفال رضع بالخيام تلوع وداخلها الخيام قلوب محترقة، شنو ذنب الأطفال الما تذوق الماي، تلوج من العطش تشهق ألف شهقة، تعلنا وراح أبو فاضل يجيب الماي، ما هم القتال وكثرة الملقة، وهو فوق الفرس طبع لشاط الماي، مد جفوف بديه وبلعفة وبحرقة، ذكر لأن الحسين من العطش جزعان، رمان ماي من ديه وما وصل حلقه، ورصوب المخيم والقلب ملهوف، وصل قبل المنيه وخاف ونتلحقه، لكن من قطع نتشفين صاحب صوت، وين حسين اخوك الطايح التحقه، سمع صوت الحسين وجاه شبه الليث يهدر واللي يصيبه يفوت ويسحقه، قعد يمه ومسح من وجه التربان، يهل دموعه بجفه ويصفقه، انكسر ظهر بعضيد وهددان البين، ما عد قلبي يستحمل الفرقه، وفيت بخوتك عباس ويا حسين، وانا بلياك كالساعه احترق حرقه، مثل خوه حسين وغيره العباس، لا صارت مثلها ولا بعد تلقى، لا صارت معها. كفو نعمين من نقاله والعباس، يتناول زلمها ويطق راس براس، الاولى اهل الشجاعه وعلي دق الساس، هنايا الحاضر زينب وزينب محظوم، هنايا الحاضر زينب محظوم، هنايا الحاضر زينب محظوم. ايضا عندنا لقائنا الاخير بهذه الفقرة فقط، أيضا عندنا شاعر أبيات شعرية واني ماشي يعني من الحلة مختصرة،
وانا ماشي ابيات شعريه مختصره. اي هاي من الواقع اللي انا امشي بيه واجلس يعني الكلمات. مشاهداتك على هذا الواقع وانا بالطريق. يلا زين. نعم. اسم الكريم بدر جبير من الحله. من الحله. اي محافظه البابل. اهلا حياك الله بالزهر على جود والكرم والسفره مال الامام الحسين وجوده وكرمه. تفضل المشاهدين تفضل. يقول ما اقدر اوصفك بالكرم جود انت والخدم، سفرتك ما تنوصف، تحوي بيها كل صنف، بهرة العالم ثمنها والخدم زعلانة منها، تقول احنا مقصرين ثمن مو هذا واكثر، لابو اليمة الانطى منحر، نوقف ومتحيرين، هذا مو قد المقام، للرخص دمه وسام وثبت الدين المقام. شكرا لك. حياك الله. مشاهدينا هذه عودة ايضا الى البث المباشر، وابقوا معنا في برنامج حسينيون حتى الظهور، وعظم الله لكم الاجر. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. وهذه عوده من جديد على طريق الزائرين، ونحن في مدينه كربلاء المقدسه وعلى ابوابها وعلى اعتابها نلتقي بزوار أبي عبد الله الحسين، عظم الله لك الأجر. الله يجركم ما أدري إن شاء الله. من أي محافظة حضرتك؟ إحنا من البصرة. من البصرة. كم يوم بالطريق صار لكم؟ اليوم طال من هنا بالنسبة لي. تعال أنت. كأنما 15 يوم. موكب إحنا. نعم. مشيت أبو العباس موكب أول في العباس، مشيت أبو العباس من البصرة إلى كربلاء. يمكن صار لنا 15 يوم بالعدد. موكبكم إيش قد عدده؟ 6000 5000 هلا شيء. 6000 5000. مو منا حبيبي. نساء رجال. 6000 نفر. 6000 نفر. هل تعتقد انه انتم الان 6000 نفر اكثرهم شباب؟ شباب، نساء، امهات الشهداء. هل الشباب الموجودين عندكم بالموكب التزموا بهذا بهذه المسير بمبادئ هذا المسير؟ ان شاء الله ان شاء الله التزموا والى ذلك كنا نمشي احنا المسير وانعكاسات الاخلاقيه على شبابنا اليوم. الشكر لله اليوم كان يمكن اي واحد ما يتحمل، بس اليوم من يجي الزائر اللي حاكي ماشيني يقول انا بخدمتك وخادمك، هاي ابسط ما يكون هاي الشيء. ثاني شيء احنا موكب النهج لان مش اول ما مشينا 25 نفر. نعم. شكل الله صار 150 نفر 500 نفر. ليش زاد العدد؟ عشق الحسين، النية صافية، شكل محبة الحسين. كنا نمشي ماشي. نعم. للمال حسين، ولكن ما صارت الفتوى مال السيد السيستاني. السيد قال الوالد، قال السيد الوالد قال كنا نمشي كربلاء للمال حسين، اليوم لازم ندافع عن الإمام الحسين. شهداء الحج الشعبي. شهداء الحج الشعبي. تاج على راسنا. هذا الشهداء العراق اللي. شهداء جميع قوات الأمنية. هل هم فضل في هذا المسير؟ لولا الشهداء ما مشت المشاية. موكبنا ما يقارب 60 شهيد مقدم، وافتخر بهم وافتخر موكبنا أنا. نعم. وبالنسبة لنسائنا كنساء موكب أبو العباس. نعم. تجي بقعة سوداء من البصرة إلى كربلاء. مع النساء تقريبا 3000 فوق 3000 أكثر. امرأة. امرأة امهات الشهداء تقتدي بالسيدة زينب عليه السلام. تقتدي بالسيدة زينب. يا ما بهاي المسيرة النساء المرور الغير كل يقول هكذا الحجاب هكذا شيء يقول غادمكم ان شاء الله. من ضمن مسيرتكم هل هناك تعليم؟ هل هناك محاضرات؟ بالنسبة لنا موكبنا نطلع من جهاز صوت يا حسين عربانتين ان مشايخ محاضرات تثقيف. نعم. حول الصلاة حول يعني مبادئ المسير. المسير كل المسير يعني هذا مسير حال حار رمضان محاضرة حال حار رمضان مسير تثقيف ليس فقط لا 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 الحسين مو بس لطم الحسين ثورة عبر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا حياكم الله. خلنا ناخذ زميلك أيضا المشاي الزائر عظم الله لك الأجر ارفع إن شاء الله. خلنا راح نشكر القوات الأمنية. نعم طبعا شكرا. تفضل تحدثي عن هذا المسير وأهميته بالنسبة لكم أنتم كشباب اليوم وكمعزين، وانت هل لمست من عنده فد يعني بسم الله الرحمن الرحيم وما يعظم معاني معاني متجليه فانها من تقوى القلوب بهذا المسير. احنا نعظم شعائر الله في هذه المسيره الثوريه الحسينيه. نعم. ونعزي صاحب العصر والزمان في هذا المصاب الجلل وهي اربعينيه جده الامام الحسين عليه السلام. ثوره الامام الحسين كل مبادئها هي ثوره دينيه تثقيفية للشباب ربانية العقادية تربوية من كل جوانبها. الشكر لله احنا حتى شبابنا اللي كانوا يجون ويانا حصلوا على نتيجة اكثر، حتى اللي كان يعني بالدراسة متوفقوا ثقافيا دينيا
اكو امور ما اعرف امور يعني كان ما اعرف وجهود الاخوه المبلغين اللي كانوا ويانا هم اكثر التبليغ هو على عمليه الصلاه الصوم الاخلاق كيف تعاملوا الى اخرين حب الحسين مسيره الحسين استشهد الحسين من اجل من استشهد الحسين انما استشهد من اجل الصلاه تعالوا شباب نعم تعتقد الان هذا المسير كل شيء متوفر لنا الحمد لله شكرا زينب سلام الله عليها ليه ما توفر لهذا الشيء ما توفر زينب هل هناك هل تعتقد انه هي هذه كرامه لما قدمته زينب من تضحيه والسبايا من تضحيه عطش وجوع وضرب سياط ورحله متعبه خلال 40 يوم هل تعتقد انه هذه هو مكافاه زينب على السلام لشيعتها ومحبيها هو هذا ولكن تعتبر تعزية للسيدة زينب على مصابة اللي هذا نعم. نحن متوفر لدينا كل ما يمكن أكل وشرب أما زينب ما توفر لها هذا كل شيء عانت من أمور من سفر من منام من أكل ولذلك هذا يجعلنا نفكر ونعمنا الفقير نعطف على الفقير المحتاج يكون ألفة بينا محبة بينا وهذا هي ثورة المحتاج شهداء الحشد لهم فضل كبير علينا نعم يشهد الله وخصوصا الشهيدين العظيمين الحاج ابو مهدي والحاج قاسم سليماني رحمه الله عليهم ونحن ان شاء الله ان شاء الله على ناجم سائر عظم الله لك الاجر عظم الله اجرنا حجي نزار لو صاحب موكب انا صاحب موكب هنا شو تقدمون من خدمات الناس خدمات نقدم الاكل والطعام والشرب لخدمه الزوار ابو عبد الله الحسين زين شنو اللي مست من شكر وامتنان من الزوار لكم كأصحاب مواكب والله احنا باقين على هذا الخط ما عندنا يعني عندنا ثورة الحسين ما ما ما, ما نتخلى عنها ان شاء الله ان شاء الله واحنا صار لنا سنين زمان التفجيرات احنا يم العتبة المقدسة نعم اي والله والسلام عليكم ورحمة الله سابقا لزمن صدام لعنة الله عليه لعنة الله عليه كنتم تقدرون تمشون لا كنا تمشون على المزارع اعدامات كان بيها كنا نجي اعدامات ويضمونا بالتبن اي نعم نعم بالتبن بالسيارات يعني خفية وكنا محرومين من هاي النعمة. نعم. اي نعم. يعني تعتبرها هاي نعمة كبيرة علينا. نعمة الآن. كبيرة وثورة. الكرم اللي موجود عند العراقيين. الكرم ماكو أحسن من عنده. نعم. أحسن دولة احنا بالعالم الله يعطينا. اكو دولة الآن معروفة بالكرم غير العراقيين. لا والله العراق نعمة. ها؟ خير نعمة. احنا صار لنا 60 يوم طعام وشراب من الفاو ومبيت نعم وخدمة نعم. نعم. وشيء لا ليس له نظير. نعم نعم. جزاكم الله خير. الله والسلام عليكم. عظم الله لكم الأجر إن شاء الله. مشاهدينا هذا ما كان لنا من لقاءات في هذه المسيرة ابقوا معنا ومسيرة لبيك يا حسين وبرنامج حسينيون حتى الظهور من قناة الأيام الفضائية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلى الله عليك يا أبو عبد الله الحسين الشهيد وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله أخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته موفقين موفقين إن شاء الله الله يتقبل صالح أعمالكم إن شاء الله بالتوفيق بالتوفيق نعم هذا هو هذا هو الدعاء بالتأكيد نتمنى أن نكون من أصحاب الإمام الحسين ومن السائرين على طريق الإمام الحسين عليه السلام حتى ننال شفاعة حياكم الله زار تفضل أسئلة عن تفضل شو تحب ذكر فارسي أهلا ومرحبا بك أهلا بالتأكيد الأخوة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية متواجدين وبأعداد مليونية فاصل قصير أحبتنا المشاهدين وبعدها النعم طاف حليم والبيتنا نعود وينصب زادنا وعباس موجود ويفتر فوقهم مثل الحمامة ويوزع ماي عبد الله العمامة وجاسم يرجع من السوق شادود كون الطاف حليم والبيتنا نعود شو تقول غبار من التعب والهم وسهام تقعدين يحلم الله بحيث ينجرح بالطيف
يقع الثوب وانا قعده الله مثيل طش البذور دمه بخيت الليل قليل امه نعم قد ما كلها عم تصيح الخيمه تقيل لي يا عمه الله الله الخيمه تقيل لي يا عمه اخوي دلي السهم عينه لما انحاج تسكينه ذبك اللي الرماح عليه او لذب نظرة ليسكينة الله الله لذب نظرة ليسكينة الله مشاهد تحبس الانفاس اللي غامض يقعد بلا راس الله وبالخيمة ولا عباس لا خيمة اللي تندل درب الخيام ولا عبد الله حاول يقدر ينام نعم شو تقول له السيدة زينب؟ عم اضحك واصبغي الليل بضحكتك باكري موادع يا بعد عيون عمتك تدري مين يخلص الليل اقماطك بحافر الخيل ينسحيل وتفارقي شفافك بسيمتك عم اضحك وصبغي الليل بضحكته ورحمة الله وبركاته وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل وهذه المسيرة العملاقة التي تجسد كل معاني التضحية والفداء والتحدي والصمود هذه المسيرة التي قل نظيرها في العالم اليوم هنالك صور عديدة تجسدت في هذا المسير حيث رأينا الوباء الإباء رأينا الإيثار رأينا الإباء ورأينا التضحية والفداء والتواضع التواضع الموجود في كل المواكب الحسينية الخدمية وغير الخدمية معي أحد خدام المواكب الحسينية عظم الله لك الأجر عظم الله أجورنا وأجورنا حدثني عن أهم المشاهدات التي تشاهدها في زوار أبي عبد الله الحسين ومدى يعني تواضعهم ومدى تواضع المواكب في خدمته حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم يعني شاهدنا الكثير من الصور وصور التضحية والإيثار والتواضع اللي قدمها خدمة الإمام الحسين حيث تشاهد الكل يخدم دون كلل أو ملل ابتداء من كبار السن والشباب والأطفال والنساء الكل يضحي ويبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة الإمام الحسين حيث تشاهد الكل مشارك والكل يستلهم العبر والدروس من قضية الإمام الحسين حيث تشاهد الناس من كل المحافظات تشاهد الطفل الصغير في عربة وتشاهد الشيخ الكبير وتشاهد الموظف والغير موظف الفاهم أو المتعلم الغير متعلم الكل مشاركون في هذه المسيرة التي أصبحت ببركات الإمام الحسين وبتوفيق الله مسيرة عالمية ولا تقتصر على الشعب العراقي أو المسلمين وصارت مناراً منارة واضحة لكل الناس أصبحت القضية واضحة وأصبحت الناس تستلهم العبر والدروس في قضية الإمام الحسين تشاهد كل صور التضحية تشاهد الكل يخدم بأبسط الإمكانيات طفل يوزع المناديل وشيخ كبير يوزع الشاي صور متعددة يعجز اللسان عن وصف هذه الصور وشرحها لذلك الصورة دائما تكون أبلغ من الحديث بكل تفاصيلها لأن الصورة والصوت واضح أمامك الآن المواكب الخدمة النقل إمكانيات الدولة إمكانيات الناس الحشود مستمرة بالمسير هذه الإمكانيات الآن تستطيع دول أن تقدمها أو حكومات والله هي الحكومات تعجز عن تقديمها الدول نرى في موسم الحاج 2 مليون زار أو 3 مليون وتعجز الدولة وتعلن استنفار عام بينما
22 23 الاعداد مرجح ان تصل الى 25 مليون، وتشاهد بكل اريحيه توفر الطعام، الشراب، المبيت، النقل، رغم كثره الحشود، لكن تشاهد الان الخط السير امامنا، السيارات تقوم بنقل الناس، سيارات المدنيه، المواطنين، سيارات الجهد الحكومي، كل الناس، كل فئات الشعب، كل فئات المجتمع مشاركه بهذه المسيره المليونيه. نعم، شكرا جزيلا لك. ايضا معي زائر، السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك من وين؟ ايراني. ايراني، عظم الله لك الاجر. شما اسكو جاو مدين؟ از ايران، خراسان الجنوبي. خراسان الجنوبي. چطور دیدی خدمات و کرم یعنی ملت عراق اینجا در 40 امام حسین؟ خیلی خوبه، الحمدلله همکاری میکنن و خدمات خیلی خوب، همه به عشق آقا ابی عبدالله الحسین اومدن تو صحنه و دارن خدمات میدن، هیچ کمبودی الحمدلله نیست به برکت آقا ابی عبدالله الحسین. انشاءالله که ارباب میکفن ابی عبدالله الحسین از همه ما به کرم خودش قبول کنه انشاءالله. یقول انه نحن جئنا في تحدي والمشارك بهذه الزيارة الكبيرة جدا، ورأينا خدمات واسعة وكبيرة من قبل الشعب العراقي. هل شمو تشكر میکنی از ملت عراق؟ بله بله، خیلی متشکرم از ملت عراق، و انشاءالله که این وابستگی همیشه انشاءالله ادامه پیدا کنه، سالیان سال ما بتونیم بیایم کنار قبر شش کوچه ابی عبدالله و از نزدیک سلام بدیم خدمت ارباب بیکفن. انشاءالله، انشاءالله که خدا قبول کنه از همه ما، از همه ما. خیلی دوست دارم من شما ملت عراق رو، و خدا رو شکر میکنم که توفیق بهمون دادن که بیایم با پای پیاده کنار قبر شش کوچه ابی عبدالله. ان شاء الله که قبول باشه. ان شاء الله زنده باشه. یقول نحن ان شاء الله شعبين سنتحد بمحبه الامام الحسين عليه السلام، ونحن بالقرب من هذا المرقد المقدس الطاهر نعاهد ان نكون يد واحده بمحبه الحسين ومحمد وآل محمد عليهم السلام. و دیدی فرق هست اینجا مرزی، طائفی، عنصری، قومی؟ نه نه، از این مشخصات نه هیچ فرقی نمیذارن الحمدلله. لم نرى اي فرق. تازه وقتی ما ایرانی ها رو میبینن الحمدلله خیلی هم خوشحال میشن، خیلی استقبال میکنن. عندنا ما جئنا من ایران كان استقبال جيد و راينا اشياء جيده. تا اسم خراسان و مشهد و رضا رو میشنون میگن شما رو سر ما جا دارید. الحمدلله، خدا رو شکر. ان شاء الله. شما اسم چیه؟ محمد حسین. محمد حسین از خراسان جنوبی. خراسان جنوبی. محمد حسین من خراسان جنوبی. خیلی ممنون، موفق باشی ان شاء الله. عزم الله لك الاجر. حبيبي شكرا. خیلی ممنون. و عندنا هنا هذا البرعم البطل الحجداوي، عنده شعر. شنو عندك شعر؟ شنو عندك قصيده؟ معي شعر. يلا هذا المايك بيدك، سولف. هاي الكاميرا، سمع المشاهدين. يلا. ورمي علي صوتك. ورمي من نرجع طفل واركض ورمي وتيهم وتطلع دور علي خايبهم. احسنت. يلا لو معلي صوتك شوية. يعني عندنا أيضا رادود، سيد علي. عظم الله لك الأجر، عظم الله لك الأجر إن شاء الله. إحنا على الهواء مباشرة من قناة الأيام الفضائية المعطاء، قناة الأيام، وبرنامج حسينيون حتى الظهور. لماذا حسينيون حتى الظهور؟ حسينيون إن شاء الله حتى الظهور. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين، يعني وعلى علي ابن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. عظم الله لكم الأجر في هذا المصاب الجلل والمصاب أبي عبد الله الرعية سيد الشهداء. ونحن الآن
نخدم هذه الزوار، زوار أبي عبد الله من كل الجنسيات، الجمهورية الإسلامية، كل دول العالم إن شاء الله بخدمتهم، كل العراق بخدمة زوار أبي عبد الله الحسين. نعم، شنو عندك من قصيدة بحق الإمام الحسين عليه السلام؟ نواسي الإمام وعليك على الكاميرا تعدلنا بالنص. سيدي ومولاي زين العابدين عليه السلام، حينما وصل الإمام زين العابدين إلى مفترق طرق، نادى عم زينب: لقد وصلنا إلى مفترق طرق، طريق يؤدي بنا إلى كربلاء وطريق يؤدي بنا إلى المدينة. فنادت عم قل الحادي ليعرج بنا إلى كربلاء. لما وصلت إلى كربلاء نادت أبي عبد الله الحسين: أخي أبي عبد الله حسين، تقل أخويا أخويا كنت غايبة وهسه لفيت، أخويا كنت غايبة وهسه لفيت، يا أكبر بعيد ليلة يا فارقيت، ويا واربعين ليلة فارق ايتك، حسبالي عدل وانا اعتني ايتك، اشو ميت يا بعد امي لقيتك، وتوجهت بعتابها الى بالفضل العباس، تقل اخويا ابو فاضل خويا ونوان صعدنا النوق يا عباس، ونوان وما ندري يسير الضعان، خويا وين ما وين ما يرضون نبكي عليك يا ابن امي، خويا ما يرضون نبكي عليك، ونوين اذا نبكي الشمر يرفس رقيه، اذا نبكي الشمر يرفس رقيه. احسنتم، الله يحفظكم ويبارك فيكم، الله يبارك ان شاء الله الصحه والعافيه على هذه الجهود الجباره، الله يوفقكم ان شاء الله. هذا موكب واقعه الطف، والرحمه والرضوان لشهيد الحجن الشعبي، شهداء الحجن الشعبي سيد ناصر وسيد صالح وسيد فالح. الله يرحم والديكم. رسالتك تقدمها للشعب العراقي والى العالم حول النعمه التي نحن فيها بفضل دماء الشهداء، شهداء الحشد. لا تنسى الحشد الفضل الاول هو الحشد، والمرجعيه الكبيره والامام الحسين، لولا دماء الامام الحسين التي لابد ولا زالت تنتصر. اي طغاة، اي طاغي، اي انسان يجي بحيث اريد ان يزيل هذه، ما تزيل هاي نعمة الحسين ان شاء الله باقية رغم انوف الحاقدين، والحشد باقي على اعناد، الحشد باقي ويتمدد ان شاء الله. ان شاء الله. الان معي زائر من الكوت، يلا سولف لي شلون الوضع الكوت. الحمد لله والشكر، صار لنا 4 ايام بالطريق والحمد لله والشكر، الخدمة والشسمة، ونعزي صاحب العصر والزمان بمصيبة أبا عبد الله الحسين جده. يا الله يا الله يحفظ العراق ويحفظ المرجعية، يحفظ سيد علي الله يحفظه، ويحفظ الحشد الشعبي، ويحفظ الأمة، ويحفظ الشهداء، الجيش والشرطة الذي أدت دماها للشعب هذا، والحمد لله والشكر. رحم الله والديه. تفضل يا شيخنا العزيز، عظم الله لك الاجر ان شاء الله. عظم الله اجورنا واجوركم ان شاء الله. ان شاء الله. شو ما از كوجا؟ از خراسان الجنوبي بيرجان. از خراسان بيجان. بيرجان. مشهد مقدس. از مشهد مقدس. خراسان بزرگ، مشهد. من مدينة مشهد المقدسة، من خراسان الكبيرة. اهلا خيلي خوش مديد، اهلا وسهلا بكم. شما از كدوم مرز او مديد؟ مرز مهران. قادم من حدود مهران، من منفذ مهران. شمو چطور ديدي كرم خدمات ملت عراق براي زائران؟ بسیار عالی، از همه عزیزان عراقی بسیار بسیار ممنون و متشکریم که با جان و دل زحمت میکشند و در این راستای زوار امام حسین علیه السلام بسیار بسیار کوشا هستند. رأينا شيء جميل جدا، و
عجيب من خدمات مقدمة ومن كرم لزوار الإمام الحسين عليه السلام، وهي جدا جدا يعني جميلة ولطيفة ومشكورة. نعم نعم نعم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. از همینجا این سلام رو هدیه میکنیم به همه کسانی که این محبت و عشق و اتحاد رو به ما دادن، خصوصا شهدای شاخص، شهید عزیزمون ابو مهندس و همچنین شهید قاسم سلیمان. نعم، نحن من هذا المكان ايضا نرسل السلام والتحية لجميع السائرين على هذا الطريق والى الشهداء، وخصوصا الى روح الشهيد ابو مهدي المهندس والى الحاج قاسم سليماني شهداء النصر. شما بنظر شما فرق داری بین فرق مرزی، فرق طائفی، فرق زبان، فرق این حدود، این فرق داره ما بین شیعیان در عالم؟ همونجور که خداوند متعال در قرآن اشاره کرده که هیچ قبیله‌ای، هیچ رنگی، هیچ زبانی، هیچ لهجه‌ای با هم فرق نداره، مگر اینکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اشار القرآن الكريم، اشار الله في القرآن الكريم انه ليس هنالك فرق في اللون ولا في اللغة ولا في القومية ولا في الانتماء، ولا ليس هناك عبد او حر، ولكن قال الله سبحانه وتعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان شاء الله که همیشه سالم و تندرست باشین و خیلی خیلی متشکر از همه مردم عراق و از شما عزیزانی که این مصاحبه رو گرفتید. ممنون و متشکر. ان شاء الله ایران عراق لا يمكن الفراق ان شاء الله. شكرا جزيلا للشعب العراقي على هذا الشكر، على هذا الكرم، وحب الحسين يجمعنا، والعراق ايران والعراق لا يمكن الفراق. خيلي ممنون، موفق باشي، التماس دعاء. خدافز يا حسين. نبقى وإياكم، وهذه التغطية أيضا مستمرين وياكم أحبتي المشاهدين من طريق السائرين إلى كربلاء المقدسة، ونحن على أعتاب هذه البقعة الطاهرة، بقعة الضريح الطاهر لسيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي الإمام الحسين وبفضل العباس عليهم السلام. ابقوا معنا ونحن معكم عبر قناة الأيام الفضائية وبرنامج حسينيون حتى الظهور. مشاهدينا الكرام، شكرا للزميل كاظم الحاوي اللي استمر ويانا اليوم بالتغطيات المباشره، واحنا كذلك مستمرين ومتواجدين بطريق نجف كربلاء في منطقه الوادي لنقل وقائع زياره اربعينيه الامام الحسين. الزوار واعداد الزائرين ما شاء الله مستمرين في التوجه الى كربلاء المقدسه من مختلف الجنسيات ومختلف المحافظات العراقيه. الشباب كذلك متواجدين. تفضلوا اخوتنا، تفضلوا يمين. حياك الله زاير. يا اهلا ومرحبا. الله يخليك. شلون شفت الطريق؟ طريق يا حسين، وانا اشوفك كاتب لبيك يا حسين. والله طريق حلو والله، وانصح الشباب. زين، الشباب اللي بعمرك تشوفهم موجودين بكثرة خلال هذه الزيارات؟ أي. خلال زيارة الأربعينية الإمام كثرة الحسين. بكثرة. زين، أكثر شيء من الشباب. شنو طلبك وحاجتك من الإمام الحسين؟ بس يوفق العراق، يسر العراق. امين رب العالمين، امين رب العالمين. الله يوفقكم ان شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله. حياك الله زار. بعد قلب الله. يا اهلا ومرحبا بك. طريق الامام الحسين، طريق الحق وطريق النصر وطريق الشهاده، وشهداء النصر ما شاء الله صورهم مزينه طريق الامام الحسين. شنو يعني لك هذا الطريق؟ هذا طريق الجنه الصراحه، يعني طريق الجنه هذا. وهذا هنيئا لهم، يعني هنيئا للخدام الحسين وهنيئا للزوار. وهاي السنه مره، يعني نتمناها كل سنه. هنيئا لهم بعد قلبي. لما تنتهي الزياره الاربعينيه تنتظر السنه اللي بعدها؟ أيوة. لو تقول لا اريد ارتاح من هذا التعب اللي صار. لا والله ننتظرها، والله العظيم احنا اليوم يعني تقريبا يوم الاخير، نتمناها يعني تعود علينا بسرعه. زين، لان احلى طريق هو هذا، طريق الامام الحسين. الله يوفقكم ان شاء الله بالسلامه، يتقبل صالح اعمالكم. حياك الله زائر. حياك الله، اهلا ومرحبا بك. زائر، لو عندك خدمه. انا خادم. شنو الخدمات اللي يقدموها للزوار؟ شلون يعني مثلا؟ الخدمات اللي تقدموها اليوم، الزوار ما شاء الله موجودين على مدار ال 24 ساعة. ان شاء الله. شنو اللي تقدمون لهم؟ مثلا قاص، مفطح،
هذه الخدمه خالد. الخدمه الحسينيه شنو تمثل لك انت شخصيا كخالد؟ خادم الحسين ان شاء الله، كلنا ان شاء الله خدام الحسين. تفتخر بهذه الخدمه؟ طبعا ان شاء الله، ان شاء الله الله يعودنا يعودكم كل سنه ويعود زوار الحسين. اي والله هذا العدد، يعني احنا اليوم نسمع الاعداد وصلت الى 20 مليون زائر تقريبا حسب الاحصاءات الرسميه الاوليه، هذا العدد تعبكم انتم كخدمه؟ على اساس اللي من 1-0 لليوم راح ابقى ان شاء الله وفاه الرسول، فرح الزائر ورد البصره. مستمرين ان شاء الله ان شاء الله. زين تفضل. مواكب الخدمه راح تبقى بنفس المكان لو ممكن تغيرون مكان ثاني؟ لا بنفس المكان. نفس المكان. ايه. الله يوفقكم ان شاء الله ويتقبل صالح الاعمال. الله يوفقك حبيبي. قواك الله زاير. قوا حلك حبيبي. الله يوفقكم ان شاء الله. الله طريق الخدمه الحسينيه وطريق الحسين هذا طريق، طريق الحق، طريق الشهاده، طريق النصر. شنو اللي تعلمت من عنده؟ تعلمت منه طريقه سلام سلام. صح صح. هذا اللي ما يخوفون ان شاء الله. مو؟ بس بساعه ما اقدر ادق. ماكو مشكله ماكو مشكله. شنو اللي تعلمته من طريق الامام الحسين؟ والله طريق الحسين تعلمت الهدايه. لا ما انسى ان شاء الله. تعلمت الهدايه والطريق والاصلاح. ونخدم الحسين ونمشي من بطاله طريق الحسين على سفينه النجاه. طريق طريق الامام الحسين مستمرين برغم كل الصعوبات. شيء اكيد لا نعرف لا نعرف الموت ولا ما طلعت من بطن امي انا مع الشهاده. شنو؟ الله يوفقكم، الله يوفقكم ان شاء الله بالسلامه بالسلامه. نعم مشاهدينا الكرام بالتاكيد هذا هو طريق الامام الحسين. هذه المدرسه الحسينيه في هذا الطريق موجوده، موجوده المواكب الخدمه، موجوده المحاضرات، موجوده اساليب التوعيه. الكل يعمل في سبيل إعلاء قضية الإمام الحسين. كذلك إحنا في مؤسسة وكوادر قناة الأيام الفضائية عملنا خلال الفترة المضت أكثر من 10 أيام ومن بداية تقريبا شهر صفر كوادر القناة بنفير عام ابتداء من إدارة القناة بالتوجه بالإدارة والنصح وتوزيع الكوادر وتوفير كل الوسائل للكادر حتى تظهر الصورة ونقدر نوصل هذه القضية بالإمكانيات والقدرة اللي نتمكن بها. كذلك إدارة البرامج دائما في تواصل مستمر وعمل مستمر من أجل تصحيح المسار وتصحيح بعض الهفوات ممكن إذا تصير من قبل بعض الأخوة. كذلك الزملاء اللي شاركوني بالتغطية ظفر علي، علاوي أحمد، نور العلي، الزملاء فلاح القرعاوي وكذلك كاظم الحاوي، تبادلنا الأدوار بالتأكيد في سبيل إيصال هذه الرسالة المهمة وهذا الحدث الأهم، أربعينية الإمام الحسين. أكثر من 16 مليون زائر يتجمعون، العام الماضي تجمعوا في كربلاء المقدسة والسنة زاد العدد ببركة الإمام الحسين ووصل إلى 20 مليون زائر. من بين هذه 20 مليون 5 مليون زائر أجنبي. تقدمت الخدمات لهم مختلف أنواع الخدمات من قبل المواكب الحسينية. أكثر من 12500 موكب حسيني قدم هذه الخدمات، من بينهم 300 موكب عربي وأجنبي قدم مختلف أنواع الخدمات. اليوم رافقني بالتغطية الأخ مدير التصوير حيدر مهدي المصاب اللي انصاب خلال أعمالنا وخلال تغطياتنا اللي مضى، لكن الحمد لله تحامل على إصابته وكمل التغطيات. كذلك الأخ كرار سلام اليوم اشتغل كإضاءة وكمساعد مصور كمترجم بنفس الوقت. كذلك الأخوة أكثر من 10 أيام تواجدوا ويانا خلال الأيام المضت حتى ننقل هذه التغطية. نتمنى أن نكون قد وفقنا بنقل هذه التغطية. نتمنى القبول من الإمام الحسين عليه السلام بإيصال هذه الرسالة، وإن شاء الله نرزق بتوفيق الإمام الحسين حتى نقدم هذه الرسالة في السنة القادمة بجهود أكبر وتغطية أكبر ومن محافظات وأعداد أكثر. هذا الطريق مستمر إن شاء الله، وإن شاء الله نكون من الساعين والمجاهدين في هذا الطريق. شعار مؤسستنا في هذا الشهر وفي هذه السنة كان حسينيون حتى الظهور. هذا الشعار نتمنى أن نكون من العاملين بجدية. كذلك الأخوة الزائرين أتمنوا أن نكون إحنا من المناصرين للإمام المهدي ومن الساعين في خدمة هذا الخط وهذا الطريق الجهادي، أسوة بأخوتنا الشهداء اللي مزينين حقيقة طريق الإمام الحسين، قادة النصر الحاج أبو مهدي المهندس وجنرال الحاج قاسم سليماني، وكذلك الأخوة الشهداء اللي موجودة صورهم بهذا الطريق. راح نسير كذلك إحنا مع الزائرين في هذا الطريق ونتوجه إلى أبي عبد الله الحسين إن شاء الله، ونزور كذلك الإمام الحسين وأخيها بفضل العباس، وكذلك نتوجه بالزيارة بالإنابة لأخوتنا المتواجدين في مقر القناة واللي شاركونا في هذا العمل.
إن شاء الله لقاءاتنا تتجدد في زيارات أخرى ومناسبات دينية أخرى، ومنها زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في أمان الله.